دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر على العمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البحرين وبريطانيا وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة بين الشركات البريطانية مع نظرائهم من الشركات البحرينية، بما لذلك من أثر إيجابي في توسيع وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات، معربا سموه عن ترحيب البحرين بالاستثمارات البريطانية خاصة في ظل وجود العديد من الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة لذلك في البحرين، فيما قدم السفير البريطاني لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تقريرا بالمنجزات والتطلعات المستقبلية فيما يختص بمجموعة العمل المشتركة بين مملكة البحرين وبريطانيا للعام 2014. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لسعادة السيد أيان لانزي سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة حريصة على مد آفاق التعاون والتنسيق مع بريطانيا في مختلف المجالات، وأعرب سموه عن تطلع مملكة البحرين للاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التنمية المتعددة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على أن تبقى علاقاتها ببريطانيا دائما متطورة استنادا إلى البعد التاريخي لهذه العلاقات وانعكاساته على متانتها وتطورها، مشيدا سموه بالدور المحوري للخبرات البريطانية بالمملكة في مسيرة النهضة والتنمية وتطلع البحرين إلى زيادة هذه المشاركة بالشكل الذي يترجم العلاقة المتنامية التي تربط البلدين. من جهته أعرب سفير المملكة المتحدة عن تقدير بلاده العميق لدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وتحفيز الشركات البريطانية على الاستثمار في مملكة البحرين.